السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا بكم إلى أولى حلقاتنا من على شاطئ البلدة. هنا موسم جديد من مواسم البلدة السياحية يتجدد ويتزين بحضوركم وتوافدكم. هنا في أولى أيامه مجموعة من الزوار يتوافدون على هذه الشواطئ، وهنا حيث الاحتفالية والتدشين لموسم البلدة السياحي، مجموعة من الزوار والضيوف والحاضرين وأهالي المكلا الذين يرصدون أيضا هذه الفرحة ويعايشون يعيشونها معنا، ونحن سنكون معكم بمجموعة من الحلقات. تابعونا خلال موسم البلدة السياحي في حلقات يومية نرصد من خلالها مجموعة من الاحتفالات ومجموعة كذلك من الفقرات. هنا أيضا مجموعة من الضيوف وأيضا فقرات متنوعة سنرصدها لكم، وهنا أيضا مجموعة من المتاحف ومجموعة أيضا من المعارض التي من خلالها سنكون معكم بإذن الله تعالى. ودوما على شواطئ البلدة نلتقيكم، وكل عام وأنتم بخير. يا الله يا كريم، عبدك بابك سرح يطلبك طلب، سرح كما الطير الأخضر لي سرح مد الجناح. يا الله يا كريم يا الله يا كريم، وهي أيضا كلمات أولى هنا أيضا مع هذا الصباح الجميل. كل عام وانت بخير. وانت كذلك بخير. طيب ممكن نتعرف عليك؟ أحياك الله، اسمي عبد الله بن عبدات. إذن أولى حلقاتنا هنا من موسم البلدة السياحي مع راعي هذا البرنامج علبال، سيكون معنا رعاة لهذا البرنامج بمختلف حلقاته. ما شاء الله اليوم صباحية جميلة مع البلدة. نعم جميل إن شاء الله، ونتمنى للحضار من المكلة وحضرموت كلها إن شاء الله في أمن وأمان ودائما أفراح بكل سعادة وبخير إن شاء الله. من فين في حضرموت؟ أنا من الغرفة حق بن عبدات. نعم. من الغرفة في الوادي. أيوة من الغرفة في الوادي. اليوم شارك بهذا الزي الحضرمي. أيوة شاركت بهذا زين الحضرمي، وهذا اليمل يدل عن الأصالة الحضرمي. جمل وين طلعته؟ من الغرفة. أيوة طلعته من الوادي الجمل، ويشارك حتى في حق تريم السباق هذا. نعم أيوة نشارك ونخلي ولدي يخرج. الجمال اليوم موجودة هنا لتشارك أيضا في هذه الاحتفالية، والزوار كذلك أيضا يرصدون هذه الأفراح وأيضا هذه الانطباعات هنا. كل عام أنتم بخير، وأيضا نحن سنكون معكم أيضا بمجموعة من اللي ترصد الفرحة. كيف حالك؟ الحمد لله. أصغر سامي صالح بجان. الصورة اللي التقطتها ممكن نشوفها؟ أكيد. نشوف الصورة هنا أيضا يرصدون الأفراح، يصورون وتنشرها؟ أكيد. وين تنشر؟ على الفيسبوك. طيب اليوم انطباعك وأنت تحضر في هذه الاحتفالية مع مجموعة من الزوار الحاضرين؟ دائما المكلة في موسم البلدة تكون أفراح وسعادة وسرور، وهذا شيء جميل طبعا. المواطنين كلهم يكونوا متواجدين متكاتفين على الساحل، وأجواء يعني فرحية عائلية ودية قوية، وهذا شيء جميل صراحة. إيش الأجمل في البلدة؟ الأجمل في البلدة يعني وجود هذه الوجوه كلها في مكان واحد وبولفة وقوة، والكل يعني يحسب الثاني أخوه في هذا المكان. صحيح كلهم إخوة هنا، وأيضا وكلهم أيضا يتعاونون كذلك أيضا يتزاورون كذلك هنا، ربما أيضا البعض يتعرف على مجموعة من أصدقائه الذين أيضا يحضرون في هذه الاحتفاليات. الأطفال كذلك أيضا وجه جديد دائما هنا. كل عام وأنت بخير. عام وأنت بخير. كيف حالك؟ والله الحمد لله طيبين. ما شاء الله موسم جديد من مواسم البلدة. ما شاء الله تبارك الله. حضور من البداية. أوه ضروري، نحن من الفجر نحن موجودين. الأمورين هذول معك؟ هذا أحمد. إيه أحمد هذا ولدي. تعرف على اسمك وعلى الأطفال. اسمي هشام أحمد باكرمان. فين؟ من حي الشيخ خالد. تحتضرون الفعالية انتوا اليوم؟ اوه ما شاء الله الفعالية حلوة وما شاء الله وحضور جيد جدا. اول مرة تحضر البدلة ولا دايم تنزلي؟ اول مرة تغسلي في البحر ولا ما تغسلي؟ ايش يكون الماء، حار ولا بارد؟ حار. البلدة حار. بارد. بارد جدا. طيب هاتي المشاركة معك. ماما جابت بيبي، بيبي حيل صغير، يا الله حبيبي شو ذاكي ومغير. يعني هذا البيبي صح؟ كيف حالك؟ الحمد لله طيب. طيب الحمد لله. من فين؟ أنا من المكلة. بس شكلك تقترب؟ إيه في السعودية. أنا. السعودية. إيه. متى جيت من السعودية؟ والله 27 رمضان. ما شاء الله. اليوم أيضا مع موسم البلدة تحضر أولى الفقرات والتدشين هنا. أيوه. كيف شفت البلدة هذا العام؟ والله البلدة الحمد لله إن شاء الله كويسة، والجو كويس، ومع الأخوان وعلى الأصدقاء والأهل والأقارب الحمد لله. العام الماضي كنت في المكلة ولا؟ لا. في العام كنت في هنا بس في رمضان جيت وسافرت. يعني ما حضرت البلدة. لا. كيف كنت تنظر يعني للشاشة لما تتابع الأهل هنا في البلدة؟ الحمد لله نفرح بهم ونشوفهم، كان نحن عايشين جنبهم. كنت أتمنى أن تكون حاضر. الحمد لله، وإن شاء الله هذه السنة يا ودنا هنا في المكلة. كم لك معد حضرت البلدة؟
والله الان 42 سنه انا. ما عاد حضرت البلده؟ لا حضرتها مرتين بس. بس طيب ايش افضل شيء بالنسبه لك انت في البلده؟ والله البلده الاولى يوم كانت في شارع 60 حضرتها. بس. والان اليوم كيف تشوف الاجواء؟ الاجواء ما شاء الله الحمد لله كويسه. كانت في 60 واليوم هنا في حي الشهيد خالد. وانت من فين بالضبط؟ انا من حي السلام. حي السلام ما شاء الله. سيد عمر. ايوه. طيب ايش تقول المغتربين اللي مثلك الان ربما ايضا في حسره ما حضروا هذه الفعاليه؟ ان شاء الله يتلاقون في اليمن السعيد ان شاء الله والاحوال تحسنت زي اول وان شاء الله نعود للناس عالمين غانمين. كل عام طيب. علينا وعليكم ان شاء الله خير. وصل سلامنا لهم. ان شاء الله سلام للجميع ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه. اليوم في موسم البلد طلعت من دوعن ولا ساكن بالمكلا؟ لا والله طلعنا زيارة كذا. طلعتوا من دوعن؟ من دوعن. طيب اليوم كيف تشوف الأجواء هنا مع البلدة؟ جميلة ورائعة إن شاء الله. افتقدتها كثير؟ ممتاز كثير. طيب الإخوة المغتربين عاد باقي أصحاب معك في السعودية؟ في مليان. طيب ممكن ترسلهم الآن رسالة عبر شاشة حرمون؟ والله نقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد ومهرجان جميل إن شاء الله. وهنا ايضا مغتربون اخرون يأبون الا ان يكونوا حاضرين هنا على الشاشه. ممكن تعرف على اسم كلكم مغتربين؟ ايوه مغتربين. نعم. أيوة. اسمك الكريم؟ صالح سالم بعلي. من فين؟ من المكلا الديس. بس وين تغترب؟ انا اغترب مدينه الرياض. الرياض. والاخر شغيل مره شركه واحده انا وياه. لا اسمك لو عمر محمود باسمو معليش. من فين؟ من الرياض. لا ذا من المكلا. انت وصلك من وين؟ اصلي من وادي عمد نفحون بس ساكن في الديس. حي الله نفحون وادي عمد. كيفك اليوم مع موسم البلدة؟ تحضر هذه أول مرة ولا من قبل كنت حضر؟ لا أول مرة صراحة. أول مرة في حياتك؟ في حياتي. كيف اليوم تشوف هذه الأجواء السياحية؟ اليوم أجواء لا توصف. كأنها عيد عندي اليوم. ينعم. أول مرة تحضر؟ كأنها عيد عندي اليوم مع إخواني الحضارة هذولا افتخر. شوف العمق الآن هذا من الحضارة. والحضارة وكل شيء زين. وانت كيف حالك؟ والله الحمد لله شعور لا يوصف. طيب عاد باقي حد من أصحابكم هنا ولا في السعوديه؟ في السعوديه وفي هنا كلهم ما شاء الله. اكيد يتابعوا حضرموت. حضرموت نتابع قناه حضرموت. بسافر يوم الخميس بس اخرت عشان البلده. عشان البلده واخرت شهر عندي اجازه من الشركه لكني قلت طلعتوني اسبوع بس عشان البلده بس اسبوع. شوف كيف يعني المغتربون يكونوا حاضرين. اجلت اسبوع عشان البلده والله اجلنا ونحن لنا نشتاق لكم عندما نشوف الصور هذه في قناه حضرموت الفضائيه. يعني لما شفتوها العام الماضي مثلا كيف شفت يعني كمغترب كيف تنظر يعني للبلده وللمكلا؟ الحسره والشوق والله كان نحن العين والله لها والله العظيم قسم بالله. طبعا هذه عبارات صادقه وعبارات ايضا من قلوب الاخوه المغتربين كانوا العام الماضي محرومين من اللقاء هنا ولكنهم اليوم ايضا يحضرون ويؤخرون أعمالهم من أجل الحصول أيضاً على هذا المتنفس السياحي هنا في مدينة المكلا. والكاميرا ترصد لكم كل الأفراح والانطباعات. شكراً شكراً قناة. أولاً شكر والتقدير لقناة حضرموت الفضائية التي تصور انطباعات أهل المكلا. بس يعني ممكن تسبب لكم حسرة في الغربة. أكيد حسرة لكن الظروف 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 لكن نحن نفرح والحمد لله ونحن في أمن وأمان بفضل قوات النخبة. وما زلنا طبعا معكم هنا وهذه الأجواء هنا والسواحل والشطآن التي تحتضن الزوار من أهالي المكلا وكذلك الإخوة المغتربين. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. من فين؟ من الكويت. مغترب الكويت؟ إيه. لكن من وين؟ من حضرموت؟ من الحلامي. الحامي. من الحامي؟ إيه. والأخ الكريم؟ من الحامي. وتقترب فين؟ في الكويت. طبعا قالوا أنهم يقتربون في الكويت اليوم حاضرين. أول مرة تحضر البلدة ولا من قبل؟ لا أول مرة نحضرها. حضروها؟ إيه. ليش باقي سنة كنتم برا؟ إيه برا. وحايش الكويت كلكم؟ كلك. اخوان ولا اخوان؟ اخوان. اول مره تحضر البلده؟ اول مره. طيب كيف تشوف هذه الاجواء الان والازدحام والاغتسال؟ اجواء جميله ورائعه بحضورهم يشرفونا بحضورهم الكريم وجزاكم الله خير وشرفت البلد. كيف اهل الكويت؟ اهل الكويت ناس طيبين خير صحه وعافيه وكل تمام يسلموا عليك ان شاء الله تتحسن الاوضاع وتتطور وتقدم. ولأهل الكويت طبعا هذا البيت الشعري الذي قال فيه علي سالم الخطيب من أرض جابر رفرفت أعلامها وراياتها وأرض جابر اسمها مذكور داخل كل بيت وتبسمت أرض اليمن لما رأت بسماتها. أهل الكويت أهلي وأهلي كلهم أهل الكويت. كل عام طيبين. وانت طيب صح صحيح وانت صحيح.
وهنا أيضا دوما نرسي على شواطئ المكلا وعلى شاطئ البلدة دوما طبعا يحلو هنا الاستحمام والاغتسال. هنا أيضا مجموعة من الزوار الآخرين والضيوف والشباب والأطفال الذين يستحمون هنا في الاغتسال مع صبيحة هذا اليوم الأول مع هذه الحلقة الأولى من على شاطئ البلدة. مجموعة من الإخوة وكذلك الزوار الذين يلتقطون صور السيلفي. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. صور سيلفي ما شاء الله. صور هنا طبعا دائما صور السيلفي وأيضا تلتقط صور ولا تصور ولا تغطي؟ نلتقط لقطات جميلة. لمن هذه اللقطة الجميلة؟ بالبلدة. بس لا لا لمن ترسلها؟ أصحابي كل قبابات ذكرى. ما شاء الله. يعني اليوم يعني انطباعك وأنت تحضر وتصور؟ بدأت تفاعل مع الشباب مع عجبتك البلدة؟ حلوة. إيش أفضل شيء فيها؟ البحر. صالح وسعي برهوم. شكلك إما اغتسلت أو نازل بتغتسل. والله بغتسل إن شاء الله. طيب أرصدنا فرحتك عن انطباعك اليوم. الحمد لله وعلى كل حال. وهذا يعني عادة قديمة من أجدادنا يعني. في حي الشهيد؟ أيوة في ديس. أنت كان ديس دائما تجي لما هنا؟ دائما كل. أفضل مكان لك تغتسل فيه وين؟ هذا المكان. ليش؟ خلاص هذا عادة. اسمك من؟ أحمد. أحمد؟ أحمد؟ ها؟ أحمد. يستحي. الأطفال حاضرين أيضا ما يخاف من البحر؟ لا ما يخاف. يعجبه البحر؟ كلاوي. كلاوي حقهم البحر. البحر هنا أيضا والأطفال حاضرين والازدحام. كيف حالك يا أمو؟ اسمك من؟ عمرين. من؟ عمرين. ما سمعتك من؟ عمرين. عمرين عمر أصله صح؟ سوالو عمر ثاني. عمرين. وهنا أيضا مجموعة من الأمورات الصغيرات اغتسلن أكيد. تغسلتي بالبحر. اسمك من؟ شيخة. شيخة من؟ شيخة محمد بازهير. من فين يا شيخة؟ من المكلة. من فين في المكلة؟ حي الصيادين. حي الصيادين. وهذه الأمورة؟ أثنان سام وادي. من فين؟ من المكلة. كلكم من المكلة. بس هذه تغسلت وهذه عدها ما اغتسلت صح؟ ليش ما تغسلت؟ تفزعي من البحر. تفزعي من البحر. تفزع هذه من البحر وهذه ما شاء الله تغسلت. قلتوا معاكم انشوده حلوه وعيديه صح؟ ايش هي؟ عيد العيد. جيبها بس كو وتفاعلي. من عيد العيد عم اشتال شوفتكم ترجع العيد هزت الحلوه معكم. من عيد العيد عم اشتال شوفتكم ترجع والعيد هزك هالحلوة معكم. ما شاء الله العيد لأنه طبعا نزلنا من موسم العيد. ما شاء الله. أبوهم؟ أبوه هذا أبوه هذا. اسمك من؟ سالم محمد هودي. بس ليش ما اغتسلت؟ والله عادي ما تابة تغتسل؟ لا ما أغتسل وأنا شوية الوقت يعني. يعني عشان يحر الوقت؟ لا بس مشان الوقت وأنا زحمة الحين. طيب أول مرة تحضر البلدة دايم تحضر؟ لا دايم البلدة. إيش أفضل شيء في البلدة؟ والله أفضل شيء فرح حق القلب وال. أنتوا بالنسبة لكم كيف الأجداد يحدثونكم عن البلدة؟ بلدة هذا موسم قدير كل سنة يعني موسم البلد. إيش الصحي اللي فيه؟ صحي في البحر يكون بارد ويكون تغسلون الصغل وتغسلون الكبار. أنتوا هنا في المكلة ما تخافون عليهم من البحر؟ لا هنا البحر قريب ماشي فيه غزر لداخله. ما في غزر يعني مكان آمن بالنسبة. آمن بالنسبة. أفضل مكان تفضله أنت للغسال؟ أيوة هذا سيف حمد أقوله. 60 وغيرها ما تروح؟ برضو 60 نروح بس دي مجموعة من أهالي المكلا. نعم. من فين في المكلا؟ من فوة. اسمك من؟ سالم باجري. ما شاء الله من فوة. نعم. صباح جميل اليوم مع موسم البلدة. نعم والله مع الأمطار الخفيفة هذه مرة ما شاء الله ما يحتاج. ما شاء الله. إيش أفضل شيء بالنسبة لك في البلدة هنا؟ والله الأجواء هذه مع الجمعة الطيبة هذه. تنزل مع من؟ مع العيال الأسرة ولا مع أصحابك؟ أصحابنا مع كلهم. بس توعدتوا شكلك أنت وأصحابك. نعم إن شاء الله. أيوه إن شاء الله. فين الصبور؟ هنا اليوم. عندنا خبز النار ودا وصياد ما شاء الله تفضلوا حياكم الله عندنا. اليوم اجواء سياحيه. الحمد لله اجواء سياحيه ورائعه جدا يعني. اليوم في القرم الرياضي اكيد ورياضي كمان ان شاء الله رياضي. نعم. في البلده في مجموعه يحبوا السباحه والاغتسال وفي مجموعه ما يحبوا السباحه. انت من ايش؟ اعتقد كلهم يحبون السباحه بس اللهم بحكم انه اليوم كذا والجو والبحر مش بارد لكن في اجواء بارده الان. الحمد لله صبر الجو برد. أتينا إلى موسم البلد السياحي من حضرموت من الكويت من السعودية وأيضا الإخوة هنا من شبوة.
نعم أتينا إلى موسم البلد السياحي، والجميل فيه الفئات العمرية موجودة، الصغار الشباب كبير السن، أيضا النوعي من ذكور وإناث. والمرة تحضر في المكلة ولا؟ هذه المرة الثانية. نتمنى من أبناء شبوة أن ينقلوا هذه الصورة وأن يجعلوا شبوة مثل ما هي أختها حضرموت الجارة لها. وأجواء رياضية أخرى بمجموعة من رياضية، ما شاء الله هذا الزي متكاملة. أكيد رياضي، أكيد لبس كامل إن شاء الله رياضي. أيوه. إيش من فريق أو نادي؟ بالقادسية بديش. القادسية بديش؟ فريق القادسية بالديس وغيرها أيضا من الفرق الرياضية التي تحضر ويشاركون. ما شاء الله، نتعرف على اسمك. مازن محمد بشكيل. مازن بشكيل. أيوة. كل عام وانت طيب. كل عام وانت طيب. موسم جديد من البلدة إن شاء الله علينا وعليك. شكلك جاهز للسباحة إن شاء الله. أكيد. أنت رياضي سباحة ولا كرة؟ لا قدم. أيضا مجموعة من الأطفال الأمورين، كلكم تسبحون؟ أيوة. تسبحون؟ لا تغربوا. لا من اللي غرق؟ قالوا في حد غاص ثاني. لا من اللي غرق؟ 60 60 هنا ما حد يغرق. لا طبعا في سيف حميد، طبعا جو جميل صح؟ وما في عمق، وايضا يعني مجموعه ايضا من الزوار يحب يظهر ايضا هذا المكان. كلكم تسبح؟ في حد منكم يغرق؟ لا. طيب نشوفكم وانتم تقفزوا للسباحه. يلا. ما شاء الله هنا ايضا مجموعه من الزوار، كيف حال؟ ما شاء الله هذا عم صالح. نعم بالضبط. كنت معنا في الميدان. ايوه في الميدان معاكم الحمد لله. طيب ايش تذكر؟ تذكر الكربون؟ طبعا لما الان نذكر الكربون. العم صالح كان معنا، طبعا الكربون هو الصخر. ما شاء الله كان معنا في الميدان من اذكى من وصلوا الى 30,000. نعم. ما شاء الله. يوم مع مجموعه من الاحفاد هذول كلهم. كل اولادك؟ لا احفادي. ما شاء الله. هذا حفيدتي وهذا حفيدي وهذا حفيدتي. ما شاء الله. وهذا حفيدي. ايوه هذا جاء من السعوديه. مغتربين وزياره هنا، كانوا في الشحر وجاوا مشان البلده. من اسمك؟ مشاري محمد. من فين؟ من شو اسمه ده؟ من الشحر ولا من المكلا؟ من الحضرموت. طيب تقترب وين بالسعوديه؟ في جده. متى جيت؟ اول يوم في العيد. اول يوم في العيد. إيه. البلده العام الماضي كنت هنا ولا لا؟ لا. طيب العام صالح تابعته على قناه حضرموت؟ ايه شفته. إيه. ايش كان يقول؟ كان يتكلم على الكربون وجاء في دعايه كمان مع اطفال صغار. ما شاء الله. حاضرين الاخوه المغتربين اليوم ان شاء الله مع الاهل هنا. ايوه. كيف شفت البلده؟ كويس. اول مره تحضرها؟ ايوه. اول مره في حياتك؟ ايوه. ما قد شفتها؟ لا. ولا حضرتها؟ لا. بس شوف البلده يتسبحوا ويغتسلوا. تغتسل؟ ايه ان شاء الله. يغتسل يا عم صالح؟ يقولون انه بيغتسلون ان شاء الله. لا. لا الان لا. لازم. لا عادي ما اغتسل. الان نريد الان. قال انه بيغتسل. الان نريد يغتسل. ان شاء الله نقول. سباح ولا مش سباح؟ سباح ان شاء الله. ما شاء الله كيف الحال؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف احوالكم؟ كيف حالكم؟ طيبين؟ حياك، كيف احوالكم؟ ما شاء الله انتم شفناكم يوم على وجبة عشاء واحدة. نعم سيد. يا الله ايش حاله طيب؟ ربي يديم ان شاء الله يا سيد، ربي يديم وجبة العشاء. هذا يوم وجدناهم. هذا من الوادي، هذا من الوادي. من عندي من الوادي. ما شاء الله. يعني في ليلة وجدناهم على وجبة عشاء واحدة. نعم نعم نعم. توعدت في ليلة عشاء. ايوه بالضبط. فين وجبة الصبح؟ الصبح الحين بغيناك. يلا تغري معي تغسل. تغسل عادي. يلا للحين. ما افزع. يا حيا يا زيد. حياكم الله. طيب اتعرف بس على اسمائكم الاخوه المشاهدين. عبد الله غزي. انت بتعرف بول متريم عمر بن راشد. عبد الله سالم غزي. من فين؟ من مكلا. عمر مبارك بن راشد من مكلا. سالمين عمر من مكلا. كلكم من مكلا. عوض بحسن من مكلا. وين صاحب تريم؟ هذا يزيد علي العولقي. شبان. بقول المحافظ. وش دخلك مع اصحاب المكلا؟ اوه زياره في مشان البلده. جماعتي اصحابك ما شاء الله. تعال كيف حالك؟ من تريم ابوي. من اسمك؟ مراد بحشوان. من تريم. ايوه. طلعت عاني يعني عشان اصحاب تريم يقولوا عاني يعني عشان البلد. ايوه تطلع. ربوع ربوع. ربوع. كيف اليوم تشوف البلده؟ والله تمام ان شاء الله. ايش افضل شيء فيها؟ والله يسبح مول الخالق ما شاء الله. ولا تعال عمر الطباخ. يقولوا لحظة، يقولوا انك مقدم. ايوه هو مقدم بليلة مو هنا. مقدم بليلة مو هنا. مقدم مقدم بليلة مو هنا. مقدم
حياك الله، نتعرف بس على اسمك. ابراهيم عبيد. من فين؟ من كلا. من ايش؟ من حي؟ حي الشهيد. حي الشهيد. نعم. حي الشهيد اليوم هو يعتبر محضن الزوار والضيوف. هذا اليوم كلهم ضيوفكم. نعم. اهلا وسهلا، حتى انت معهم. لا انا من حيكم. الله يحفظك. طيب ايش تقدموا للضيوف في هذا اليوم؟ والله حسب ما شفت ما شاء الله كفينا الجمع، كفي الضيوف كم ما شاء الله، ما يحتاج. جمع كبير، والبحر ما شاء الله ما يحتاج. البحر بس شوفوه، يعني الان ما شفنا هذا خصوصا اصحاب علي الشهيد، ما شفناكم تغسلوا. احنا نرتب الموضوع بعدين نحن نخرج. ايوه لا اصحاب المويب اصلا، نحن اصحاب المويب نقدم الضيوف بعدين نلحق. نحن عادي أول. لازم ضروري منه الكلام ده. طيب انتم بخير ان شاء الله، كذلك طبعا طيبه كنتوا معنا ان شاء الله. ربي يعينك على الزياره دي. طبعا مع ازدحام شديد واجواء ايضا هنا سياحيه، واطفال ايضا امورين، ومجموعه ما شاء الله اطفال هنا، وكذلك ايضا مجموعه من الاخوه الذين يفيدون الى هنا من اجل السياحه والاستحمام والزياره. طبعا سنكون معكم دوما في رصد كل الاحداث وكل الفعاليات. كيف الحال؟ طيب. مجموعه ايضا حتى هنا من الاجداد حاضرين، بس تتفرجوا ولا تتغسلوا؟ تتفرجوا وتتغسل. تغسلوا؟ نعم. ما شاء الله. اسمك من عمر محمد ابو سعد. ما شاء الله. هنا ايضا مجموعه من الاخوه. حياك الله، حياك الله. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيبين. الحمد لله. ما شاء الله. بس جالسين كذا تغسلت؟ تغسلت وعنا بنزل. تنزل الان؟ ايش رايك الان تنزل؟ بعد قليل. ليش ايش يعني؟ شوط. راحه. راحه. واضح من شكلك انك يعني، بس كيف البحر؟ البحر عاد ما هو بارد. مش بارد كذا؟ لانه اول يوم. اول يوم ما بس هو حلو انه الواحد يعني يتدرب ويتدرج عليه ان شاء الله. حياك، كيف حالك؟ اخبارك؟ طيب الحمد لله. اسمك الكريم؟ هلا خمر عبد المقرم. ايش هذا اللي معك؟ هذا خبز بلده. خبز بلده؟ ايوه ما شاء الله. هذا من حق اليوم؟ ايوه. من فين جبته؟ قريب من السنار. من خبزه؟ احنا تخبزوا بايش؟ بالدقيق. هذا دقيق ولا طحين؟ طحين ودقيق. مخلوط؟ مخلوط. ابيض ولا احمر؟ احمر ابيض. من الخباز؟ الخباز انا. انت خباز ما شاء الله، يعني بطبخه حلوه هذه ان شاء الله. طيب كنت تقسم على الناس؟ انا كنت كليت منظور. هذه ما شاء الله، يعني خبز محلي. محلي خبز محلي. ايوه محلي ما شاء الله. وخبزته انت؟ خبزت النار حقك. نعم موجود فوق. في المتحف قدامك. شوف قدامك في المعرض. هلا. ما شاء الله، هذا الان مطبخكم؟ ايوه. هذا الاخ هاني. والاخ علي والاخ ياسر والاخ مساعدينك. مساعدين طبعا. بس برضو من اللي يخلط كذا الدقيق والملح؟ الاخ هاني. طيب وايضا تسووا الصيد ولا ايش؟ ايوه صيد على خبز. لمن هذا تسووه؟ للناس ولا تبيعوه؟ لا للناس كلها. مفتوح مجاني. هاني محمد بنافع. من فين؟ من المكلة. شكلك يعني طباخ ان شاء الله. خبز بس ولا اي وجبه؟ اي وجبه. اي من الله. هنا ايش هذه الان اللي تسموها الطبق؟ هذا صيد. صيد مع خبز. بس يعني ايش تسموها؟ مكموته ولا دهره؟ دهره. صيد دهره. دهره مع الخبز. مع الخبز. بس انا شفت انواع من الخبز. في كعك ولا كله خبز عادي؟ كله خبز عادي. بس اشكاله ثانيه تختلف. هذا اشكال ثانيه تختلف هذا. ايوه. طيب هذا توزعوه ولا تبيعوه؟ لو وزعوا هذا مجانا ما شاء الله. هيك طبعا يظهر كرم اهالي حضرموت اليوم، وجبات مجانيه ومخابز مفتوحه مجانيه لكل الاخوه الزوار والحاضرين هنا الذين يفدون على موسم البلده، والاخوه ايضا طبعا شاكرين لهم طبعا هذه المبادره، وايضا هذه اللفته الطيبه والكريمه التي يقدمونها. ومن مطابخ البلده هنا نستمر معكم في هذه التغطيه. هنا أيضا نستمر معكم في رصد هذه الأفراح هنا من على شاطئ البلدة الذي يأتي في هذا العام برعاية علبال. كيف حالك؟ حياك الله. طيبين الله يحفظك. اسمك الكريم من؟ عبد القادر محمد الجفري. من حي الشهيد، من أبناء حي الشهيد خالد. نعم. اليوم ضيوفكم والألاف هذه اللي توافد هنا، انطباعكم كمستضيفين لهذه الفعالية؟ والله لا أقدر أصف شعوري، ولكن أنا فرحان جدا على أن نرى هذه الجموع الغفيرة من المواطنين وهم في أمان في هذا المكان، وهذا ما يسمى سيف حميد. سيف حميد. نعم. وهم يغتسلون في هذه المياه الباردة، مياه البحر العربي، مياه المكلة، والكل فرحان ليس من المكلة فقط وإنما أيضا من الوادي، أتوا هنا لكي يشاركون في هذا اليوم أول أيام البلدة السياحي.
ما شاء الله كلمات جميلة من هذا المكان في سيف حميد التي كانت تفوح منه رائحة البارود، لكن اليوم تفوح منه أيضا روائح البلدة السياحية بشطآنها المختلفة والجميلة، حيث الأمن والأمان هنا يتجلى في أهل هذه البلدة وهذه المناطق وهذه الشطآن الجميلة بأهلها الطيبين كذلك. تلتقط صور؟ نعم. لمن؟ لعامة الشعب. لا لا لمن ترسل؟ لا ذكرى، هذه ذكرى طبعا في الأول آخر ذكرى للجيل الجاي، وطبعا صور اللي خارج اليمن يعرفون ان احنا عايشين في اليمن. ترسلها وين هذه الصور؟ على فيسبوك؟ على فيسبوك جميع المواقع التواصل. إذا مع هذه الصور وأيضا هذه الفقرات نذكر جميع الإخوة من يلتقطون صور، هنا طبعا الآن شاهدنا الآلاف يلتقطون. نعم نعم. كل واحد أكيد معه جوال. أكيد أكيد أكيد. تتوقع كم الحاضرين اليوم؟ الحاضرين يعني بالآلاف. آلاف حاضرين، وكل واحد طبعا أكيد يحمل جواله ويرصد هذه الفرحة أيضا بجواله، وبالتالي طبعا هذه دعوة لكل الإخوة الذين يرصدون الأفراح في مختلف الشطآن، في المكلا، في الشحر، في الحامي، في بروم، في مختلف شواطئ حضرموت، أن يرصدوا أيضا هذه الفرحة وينشروها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا تنسوا أيضا عبر هاشتاغ موسم البلدة أو على شاطئ البلدة أو قناة حضرموت، من أجل طبعا نشرها أيضا وكذلك التفاعل معها عبر صفحات الفيسبوك واليوتيوب. البيت الشعري شوقتني المكلا، كيف لا اشتاق، شوقتني المجالس، زادت الاشواق، يلا لنا بالتلاقي يا فرحه المشتاق. يا فرحه المشتاق المكلا. نعم. وبعد المكلا شاق طبعا. رائعه الشعر احمد سعيد صالح ابو سبعه. اذا الشاعر طبعا كلمات كانت جميله وايضا تخلد ذكرى ايضا جميله من الاشتياق والشوق والحنين للمكلا، ويبقى ايضا دائما كما قلنا بعد المكلا شاق. مشاهدي الكرام، هنا أيضا مجموعة من الأطفال، طبعا هنا مجموعة أيضا من الفعاليات التي تزاول، ليس فقط السباحة ولا الكرة، وإنما مجموعة من الفعاليات. هنا أطفال وجدناهم يلعبون ويمرحون بلعبة طبعا جميلة. إيش هذه اللعبة تسوونها؟ نلعب الطينة. تلعبوا إيش يعني، كيف طريقة اللعبة؟ اشرحها. نحفر ونلعب. أيوة. وكيف هذه لما تطرحوها فوق ظهرك؟ أطرحوا عليها. هنا مجموعة أطفال وجدناهم يلعبون يمرحون بسباق الظهر أو سباق حمل كل واحد. ليش ضحكتوا؟ ليش ضحكتوا؟ طيب نتعرف عليهم هذه الأمورين. اسمك من؟ الأخ اسمع عامر. من فين؟ من حي الشجيد. بكر محمد باي من المكلا. محمد أمين الغشاري من المكلا. محمد ليش كلك كذا يعني؟ ده كله طين. أحمد ميد الحنشي. كلك كثير. اسمك من أنت؟ أحمد ميد الحنشي. من فين يا أحمد؟ من اليمن. مين من اليمن؟ فين؟ حي الشهيد. حي الشهيد. سيد خالد يابر. فين؟ حي الشهيد. حي الشهيد أصحاب. محمد هاني التريمي. أيوة. حي الشهيد. كيف طريقة اللعبة؟ إيش بتسووا؟ اللعب ظهري شيل الحصان ونريع. الحصان من فين؟ من الخط. من الخط. معاهم حصي على الخط هناك، ومعاهم طبعا كل واحد بيحمل الآخر على ظهره، هكذا اللعبة. طيب نرصد هذه اللعبة لوقاع أيضا لعبة من إعداد الأطفال نفسهم. جاهزين؟ جاهزين. أطفال طبعا يتدربون على حمل الأثقال ليكونوا أقوياء وأشداء. أنتوا أقوياء ولا مش أقوياء؟ أقوياء. فكوا كذا يعني حضرة. يلا نحسب للثلاثة، حسبوا لهم أنتوا يا جمهور وينطلقوا. يلا واحد اثنين يلا كل واحد ينطلق على السريع على السريع. أيوة تنطلق. الحين جاهزين؟ ايوه. كأنكم خبطتوا اللعبة. بدينا نستعين. لا انا امسكنا. من اللي مسك؟ ليه؟ لا تمسك حد. طفل مشاغب الا انه ذكي. يلا نحسب للثلاثة. يلا جمهور حسبوا للثلاثة. واحد. يلا كن ذكي. اي واحد واحد. ايوه حاول تنطلق. لا حاول. انطلق استمر استمر على السريع على السريع. ينطلقون. الاسم علي ياسر الرباطي. السريع. ايش تعورتوا؟ كانك طحت صاحبك. ليش طحت بو؟ بونا بس الحصاية ده اللي ينبضح.
إذن هكذا طبعا رصدنا معكم هذه الفرحة للأطفال ومجموعة عظم الإخوة هنا الذين كانوا أيضا حاضرين يستمتعون طبعا بهذه السباقات المختلفة من على شاطئ البلدة دوبا تحلو معكم ويحلو معكم هذا الموسم برعاية علبال. اللي يتغسلون يلا يسووا خط مستقيم كذا، تجيب لي حصى من البحر وترجع، حصى من البحر وترجع لمهنا. جاهز 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 يلا، 1 2 3 طبعا يجمعون هنا طبعا مجموعة من لحظة، احنا قلنا درر درر، وين الدرر؟ درر ودرر طبعا يجمعون درر البحر، وهنا طبعا تعبير منهم لجمع هذه الحصي كتعبير منهم على الجري والسرعة لأجل طبعا الحصول على مجموعة من الدرر التي طبعا تكون موجودة هنا في هذه البحار. دوما معكم تحلو أيامنا في موسم البلدة السياحي. هنا ايضا لعبه اخرى تسمى العاب الخفه. العاب الخفه، اسمك الكريم من؟ اسمي عبود بازياد. من فين؟ من المكلا عايش شهيد. العاب منتشره على الشاطئ هنا وترفيه مستمر، هذه لعبه ولا سحر على قولهم؟ يعني العاب خفه، سحر مع سحر خفيف، سحر حرام سحر ابيض، سحر ابيض ابيض يعني العاب العاب خفه. طيب ايش تسوي؟ سوي بس لا تكون العاب قديمه وكذا معروفه. لا مش قديمه، بعضها مكشوفه. لا مش مكشوفه ان شاء الله. انا بوريك ورقتين وانت تحفظهن، يلا تحفظهن في راسك. يلا وانا مهمتي نخليك انك تنساهن، بس انت تركز عليهن وما تنساهن. يلا ابشر. نعم. جاهز؟ يلا. هذه اليوكا السبيك، تمام؟ شفتوها؟ ايش بها؟ حطيناها هنا. طيب انت مهمتك ايش تسوي؟ تحفظها ولا تنساها. طيب وانا مهمتي نخليك تنساها، تمام؟ هذه كم؟ تمام. هذه اليوكا الكراول، تمام؟ بنحطها هنا. شوف انا من دوجة التصوير بنسى حتى لو ما نسيتنا. طيب هذه ورقتين، هذه كم وهذه كم؟ يكتين. طيب تفتحها مع بعض، افتحن. لا لحظة لحظة، انا ما شفت. شفت انت كيف ما شفت؟ لا ما شفت من جديد. لا هذه اوراق شكلها مطبوعة. لا مش مطبوعة، هذه اوراق. لحظة لحظة لحظة، بسم الله. طيب شوف جبنا اية الكرسي. ها ايش الحين هذه؟ جيب لي ورقة بلمسها. جيب الورقة، يعني بغيت ورقة بتوقع عليها. ايه لا هات جيب. لا فين؟ خلك جالس. لا 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 خلك كذا. طيب هذه ورينا بتشوفها يعني؟ ايه. طيب بوريك اياها. اوكي حط لك الاوراق بس تشوفها وتركز عليها. إيه. تمام ابشر. الكاميرا تصورها. صور الكاميرا. هذه التمان كراول، تمام؟ شفتها بعينك انت صح؟ بنحطها هنا. ايه. هذه كم؟ خلي ابو زياد يفتحها. افتحها ابو زياد. هذا سحر اسود مش ابيض. لحظه. مسك القلم دي؟ هذا قلم انتخابات ولا ايش ذا؟ تاخذ لك ورقه. ايه وقع عليها؟ وقع عليها بدون ما نشوفها انا. يلا هات. انا لا تخلينا نشوفها، تمام؟ هناك وقع عليها، لا تخلينا نشوفها. خذ لك ورقه، خذ لك ورقه، لا تخلينا نشوفها. تروح هنا. وقع عليها هنا. فين وقعنا؟ فوق ولا من تحت؟ يشوف ولا ما يشوف؟ لا لا من قدام. من قدام. من قدام. اروح قف قف. من الواجهه. فيها التوقيع ولا امتسع؟ فيها توقيعك. آه. عشان تتأكد النهائي. تمام. بسم الله. توقيعك. الحين بحطها في جيبي الخلفي. طيب. حطيتها بين الأوراق صح؟ إيه. لو أنا بقدر بدون ما نشوف نطلعها كده بقدر؟ ما بتقدر. ما بقدر. كم بغالي فترة؟ ما بتقدر. ما بقدر يعني بدون ما نشوفها. طيب عد لي. 1 2 3 4 5 هذه
بس 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 ذي حركات ممكن نعرفها. طبعا مجموعة من ألعاب خفة اليد طبعا موجودة هنا، وأيضا ألعاب أخرى يتنافسون فيها. استمتعنا بك، مشكورين على تواجدكم هنا ان شاء الله. بس هتش الفلوس عليها ولا ايش؟ لا لا، مجاني للناس، ترفيه يعني. شكرا لك، وان شاء الله ان شاء الله يوم تستضيفونا في قناه حضرموت ونقدم حاجات افضل ان شاء الله باذن الله. يتابعونك واصحاب معارض كثير ان شاء الله بيجيبوك. ان شاء الله اصحاب المعارض هذا موهبه حلوه، بس كانت تقدر تدخل حد في صندوق وتنصف. لا، في اقل منها شويه، اقل منها. ايضا هكذا طبعا نرصد معكم كل الوقائع، الافراح والتنافس وكذلك الترفيه هنا على شاطئ البلده. دوما تحلو ايامنا. مشاهدي الكرام، طبعا مستمرون معكم هنا في حلقة هذا اليوم، ويبدو أن الشمس الآن طبعا تبدأ الشمس الآن. طبعا هنا سباق آخر، شوف طلال مع العمق هذا، مجموعة كبار الحجم، كبار الحجم كلهم ما شاء الله، ما قلنا أطفال. حجم إيش هذا، إكسلنت ولا دبل إكس؟ دبل إكس. الحجم الكبير XL أو دبل XL ما شاء الله. بس طيب نشوف المتسابقين كذا شوي، رجع شوي رجع طلال. نشوف هنا مجموعة من المتسابقين، متسابقين ما شاء الله، وهنا أيضا مجموعة من الأطفال. أو أنتم كبار؟ عقال 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 ما شاء الله. كبار يتنافسون فيما بينهم ما شاء الله. كم ذي الحين العدد هنا؟ يبدو أن العدد هنا أكبر، العدد يبدو أنه أكبر من العدد في الجنب الآخر. يلا بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. من ما شاء الله، من يستمر؟ عاد الاستمرار الآن هنا، الاستمرار في عملية الشد. يفشل فاز. إذن فاز الفريق الأيمن على الفريق الأسفل. إيش الأسباب؟ لحظة، الأسباب زادوا من جماهير جاوا من وراء. رايدين نظاميين. لا، نظاميين نمشي نحن في نفسنا، بس كنا حقنا نمشي فيها. نحن نظاميين لا شك، بس هم جاوا سحبوا من أكثر من الآن. هنا ايضا سباق اخر وتنافس مع مجموعه من الاخوه هنا والكبار، طبعا كبار الحجم يتسابقون. طيب ممكن تشرحوا لنا طريقه التنافس، ايش طريقه السباق؟ الجري. ايوه، تشجع الشخص هذا وراح وجاي. بس عندكم همه ان شاء الله تقفزوا ان شاء الله. مجموعه من الحجم الكبير الذين يبدو انهم انقطعوا اكثر من 20 سنه عن السباق. كم لك من السباق؟ ذي الحياة. ما قد تسابق، كم لك معاد تسابقت؟ والله من أكثر من قبل ما تتزوج؟ قبل إيه. ما شاء الله. أيه. كيف همتك؟ والله إن شاء الله نقول فايزين. شيء همة في القبل؟ إن شاء الله ما يهمك، ما بيضر الحاجز لك تغيير. عشان نعمل حسابنا. أنت شكلك عادك رياضي. لا ما عادش حرم عقلي. خلاص. طيب طبعا أثبتتم فشلكم في الجولة الأولى. الآن مع السباق يا حكم. يلا بسم الله. الحكم اسمك الكريم؟ محمد كرامة جنيري. طيب تشرح بس على السريع السباق. السباق رايح يقفز فوق الحواجز اللي هم الأطفال. إيش الأطفال هذول؟ زي الحواجز يعني، يقفز فوقه ضروري يوصل لهناك ويرجع، ومع المرجع ضروري يقفز فوقهم ثاني مرة. إذن هنا هم مجموعة طبعا من الأطفال، طبعا لابد يتحتم عليه أنه يقفز هكذا. تقفز يا قفز، مش هنا، تقفز هذا تمام، أو كذا. واضحة. واحد اثنين ثلاثة. عودة، يصلون مع العودة بعضهم. مشاهدي الكرام، طبعا بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج على شاطئ البلدة، قدمناها لكم من هنا من سيف حميد، كنا معكم فيها. تقبلوا تحياتنا وإن شاء الله
سنكون معكم في بقية حلقاتنا من على شاطئ البلدة. دوما إن شاء الله نكون معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه تحيات راعي البرنامج على البال.